sí, me ha venido a ver. Y ahí tenés el viaje, tenés el motor de Cuba a mudar. الناس اللي بتقول ابويا مدرب ازاي هنركب حاجه فوق كمية مش عارف الفضل الله عليها تعرف ان كان في حد دخل ولا خرج منها الحاجه دي هنوصلها لبورد المايكرو كنترول البورد بتاعت المايكرو كنترول هتعد لنا في كام واحد جوه وتطلع الكلام ده على ليل ديسبلاي يعني ازاي او 7 سيجمنت مش محتاج يعني مدرج زي ده انت المفروض يجي 150 طالب دلوقتي بتوعي 40 فيروح كاتب لنا 40 لو انتوا كلكم موجودين هيبقى محتاجين كام ديجيتال؟ ثلاثة يبقى عايزين اهو 2 3 دول كمان اهو بس مش هغيروا عدد الديجيتال فاهم دي ثلاثة 7 سيجمنت ثلاثة 7 سيجمنت وهنعوز السنسور ايه هو انتوا اللي تحددوا ايه هو السنسور واحد يستخدم فوتوسيل واحد يستخدم الترا اللي كنت تعمل بس حاجه مني تعرف ان انا عديت من على اكيد كلكم اما بتخشوا المول بتلاقوا باب ازاز ليه فتح يبقى مركب فوق سنسور نعرف هو ايه نجيب واحد رخيص نجيب واحد و ثلاثه واحد يفضل ان اجيب السنسور بطوله كده وانا اكمل الانترفيس يعني ان انا يا دوب اجيب السنسور بس وانا اعمل الدايره بتاعه الانترفيس و 3 7 سيجمنت وبرضه انا هعمل الانترفيس واجيب التيفا بورد دي اللي احنا بنشتغل عليها اوصل ده هنا اوصل ده والمطلوب ايه هو ده باب ده الباب واحد هيعدي كده هنا في سنسور هيقطع ده ويبعت سيجنال جوه اعمل شويه حساب ايه انا عايز اعرف كام واحد في الاوضه وهفترض تسهيلا انه الباب بيعدي شخص واحد وانه مفيش اتنين بيخبطوا في بعض ولا حاجه ولا واحد بيضرب التاني عشان يخش يعني اقصد كل الناس وقت اللي داخل مستني دخل واللي خارج خارج كل الحكايه ان احنا محتاجين نعمل ايه؟ نحدد بس الدايركشن بتاع الراجل ان كان داخل ولا كان وبيست على الدايركشن نجمع عدد الناس اللي موجودين جوه ونطلعهم على ديسبلاي ده المشروع هنستخدم البورده اللي احنا قلنا عليها ليه؟ لانها بيزك انا عارف ان انتم مطلعين من بتوع الانترنت هتشتروا لي بورده بتعمل كل حاجه في كل حاجه بالسنسورز كله وما تعملوش حاجه انا عايزكم انتم تعملوا يعني الاقي سلكه طالعه كده من سلكه طالعه وسلكه ايه؟ طلع تعملوا كل شغل هنستخدم البورده دي وثلاثة 7 سيجمنت والميكانيزم اللي يريحكم بتاع السنسورز عشان اعرف مين اللي دخل ومين اللي خرج الغرض انه نعد عدد الناس اللي فوق طبعا انا عارف ان الدنيا غلط بس ما هوش ده السبب الوحيد انكم ايه بتشتغلوا مع بعض انتوا بتشتغلوا مع بعض ليه عشان واحد يشتغل والسبعه الباقيين يشجعوا بس مع ذلك هنمشي النظام ده مفيهوش مشكلة. المشروع ممكن يبقى فيه لحد 10. لا طبعا لو واحد عمل لوحده هشيله على النهاية. لكن أقصد عشان واحد ما يجيش يقول لي إيه الحاجة غالية جدا فما ينفعش أعملها. فعلى الأقل
يبقى اتفرج يعني يبقى اتفرج على لحد واحد كل مشروع up to 10 لو واحد لوحده كويس العدد الريزنبل قد ايه في وجهه نظري 3 ليه؟ واحد يكون شاطر في الالكترونيك يعني انترفيسنج وواحد يكون شاطر في انه ينزل يشتري حاجه وواحد يكتب البرنامج ده القسمه اللي هي ايه؟ منتوج مشتريات وواحد بتاع سوفت وير وواحد بتاع هاردوير ولو شركه هيبقى في واحد رابع ايه هو؟ اللي هيبيع الكلام بس احنا ايه؟ انا هشتري منكم من غير مكتوب فلكن هو في المعتاد الشركه ممكن واحد يشتري مواد خام وواحد يكتب هاردوير وواحد يكتب سوفت وير وواحد يروح يبيع اما الشركه تكبر تعملوا ايه بقى؟ الراجل بتاع المشتريات تقسموا واحد بتاع المشتريات تحط حسابات واحد ينزل يشتري واحد يمسك لكم الدفكت هي الشركه كده هي الشركه فخلينا فيه ده البيزك مين مش فاهم هنعمل ايه؟ مين ما شافش بورد اي بورد في حياته؟ مين ما شافش البورد اللي انا قلت لكم عليها؟ طيب ومين شافها؟ كده كويس يعني على الاقل كده ممكن المشروع يبقى فيه اتنين واحد عنده البورد والتاني يروح يشتري السنسورز بنقول ان هم من واحد لعشره في المشروع مفيش مشكله من واحد لعشره في المشروع مفيش مشكله ده البيزك ده المشروع البيزك الناس عايزه تطور هتشيل السيفن سيجمنتس دول وتجيب ليد بانل ده لو واحد عايز يطور بانل ال سي دي او ليد بانل ال سي دي بدل 7 سيجمنت ده لو واحد عايز واحد تاني عايز يحسن سنه في السوفت وير يعمل شويه ستاتستكس انه يعرف الساعة كذا بيبقى فيه قد كده في الاوضه ويطلع الريبورت ده طبعا ده هيبقى محتاج ان الامبلمنت ايه؟ هيحتاج الامبلمنت كلوك وديت وتايم سهل قوي انه انا احط في جدول احط فيه كذا في ساعة كذا بس البورد البسيطة اللي عندكم دي لازم تكتب لها سوفت وير علشان يحسب ديت وتايم لو عايزين واحد هيجي ايه بقى من اللي هم بتوع كله يقول لك خلاص لا انا هنزل على البتاع لينوكس ويبقى فيها كل حاجه كده هفصل يعني انا عايزه يكتب حاجه لايه اللي عايز يمبلمنت الهاردوير والسوفت وير يعمل ال سي دي بدل الثلاثه 7 طبعا في مشروع زي ده لو انا بعمله في الصناعه دي ملهاش لازمه ليه؟ لأن التلاتة ال سي دي أرخص قوي من التلاتة 7 سيجمنت أرخص قوي من ال سي دي لكن لو واحد ده أعمله إمتى؟ لو أنا هعمل التطوير ده إن أجي أقول العدد دلوقتي كان كذا في آخر نص ساعة دخل كذا وخرج كذا وعندي بوتون تاني يطلع لي اليوم الفلاني الساعة الفلانية كان موجود كذا ويبقى عندي شويه تقارير فيها الافرج الاوضه في المعتاد بيبقى فيها كذا. ده بتاع تبعوه يعني لما حد عمله يبقى ده يبقى. بس زي ما قلنا الثانيه عشان الافرج وكده محتاجين ايه؟ موديول للتايم. محتاجين موديول للتايم عشان اقدر اجيب الديت والتايم بطريقه او اخرى. هجيب الديت والتايم بطريقه اخرى، انتوا دول شوفوه. اللي هيعمل كل حاجه اللي هو كل حاجه هياخد الفول ماركت في اعمال السنه. فايده عن الميد تيرم؟ هياخد النمره كلها حتى لو ما جاش الميد تيرم. تمام. عمل كل حاجه. طبعا في كل المحلات اللي بتعمل المشاريع دي هتزدهر النهارده بالليل بس اللي هيعمل كل حاجه
يعني ان انا احط له النمره يعني ازاي بعد ما يروح للمعيد يوريه ان كل حاجه شغاله انا هساله اشوف كان هو اللي عاملها ولا ما قدر راح عاملها لكن دي ايه عشان اديله اعمال السنه غير كده المشروع عليه 10 عليه 30% من اعمال السنه اللي هيعمل البيزك اللي هيعمل البيزك اللي هو جاب التيفا وحط عليها 3 7 سيجمنت وجاب سنسور بسيط وبيطلع فيه عدد الناس اللي موجودين في الاوضه ده تعالي 30% من اعمال السنه يعني 30% من اعمال السنه ال لو واحد عمل ده كله كان سيجمنت سيجمنت وبي وي الكلام ده كله ايه هيبقى هياخد اعمال السنه كلها حتى لو ما جاش ال 100 من 20 والبروجكت من 10 او 15 او 25 لا لسه انا بعمل اللي انا عايزه لكن في اللي عايز ايه؟ قصدي يعني ده تقسيمه غريبه يعني فاهم امتى بتاع ايه مش عارف في اللي فات ولا ايه ولا لا قصدي الجزء الثاني مثلا حتى لو البيت بتاخد وقت كتير عكس ال 100 عشان صحيح بس البروجكت مسته ان الناس بتساعد بعض في الامتحان بيبقى انت والولد فعشان كده يبقى عليه درجه فده مين مش فاهم؟ يبقى البيزك ده هو سنسور ممكن يبقى سنسور ممكن يبقى واحد ممكن انتوا تشوفوه عشان يعرف مين اللي دخل ومين اللي خرج مش مجرد يفتح الباب مش مجرد يفتح الباب وبعدين سيبت سيجمنت بتاعت كل ما تكون الكومبوننت المستخدمه بيزك وانا اللي عامل كل حاجه كل ما هتعلم اكتر وكل ما هيكون في تقدير في النمره احسن. يعني كل ما واحد هيوريني انه يا دوب جايب السيفن سيجمنت وموصل السيفن وهو اللي كاتب الديكودر، واحد تاني يقول لا انا جايب الديكودر للسيفن سيجمنت، كله ينفع بس اقول اللي انا هدي عليه النمره. واحد ركب موديول واحد كده بيعرف الراجل في الاتجاه، واحد ركب اثنين سنسور ودي كل واحد في بعض. واللي هيعمل كل حاجه اللي هيعمل كل حاجه اللي هو ده بدل ال 7 سيجمنت ال سي دي ديسبلاي وفي يونت بتاع تايم هنا وبيكيب ستاتستكس على الكلام وبيكيب ستاتستكس على كده واضح؟ بس انا الستاتستكس دي فين؟ ولا هنعملها زي ما انتوا قاعدين كده اللي هو ايه؟ لا انت هتعمل ايه؟ اللي هيطلع النتيجه دي يجي يقول ايه؟ لو دوست على الزرارين هجيب لك بتوع امبارح لو بص على الزرار ده والزرار ده هجيب لك بتاع ما انت بقى اللي هتعمل التصميم انت عايز تاخد الفكره كلها من تروحش الامتحان فدي لازم تعمل مجهود يعني واحد هي واحد هياخد كل يعني كل نمره من غير ما تروحش الامتحان فده والبيزك سهل جدا البيزك مش اكثر في اللحظه المعينه هتبقى جدا لو انا بصيت عليك الديزاين هيبقى ايه؟ علبه تتحط فوق الباب وجنبيها 3 6 6 باستمرار ديسبلاي وعدد الناس اللي موجودين جوه الاوضه باستمرار ديسبلاي وعدد الناس اللي موجودين جوه الاوضه طبعا تدفع في ايه؟ في جراج لو الجراج فيه باب واحد يبقى تعدي عدد الناس اللي موجوده في الجراج بس فدي ده اللي هنعمله وده المشروع لازم نستخدم الحاجات البسيطه دي واحد لازم نستخدم الحاجات البسيطه بس انا عارفكم واحد يجي يقول لي انا اشتريت علبه راسبيري وحطيت فيها كل الحاجات وشغل لينكس وبتاع هياخد صفر اللي انا عايزه انه نكتب بايدينا من 1 لحد 10 يقدروا يشتغلوا في المشروع هتقولوا لي هيبقى ظلم للواحد اللي عمل الشغل لوحده هياخد نفس النمره اللي واخدوها بتوع العشرة بتوع العشرة هنمتحنهم برضه وبعدين واحنا بنعمل مشروع ليه؟ عشان يتعلم في الاساس فاللي هيشتغل بايده هيبقى العشره هيشتغلوا بايديهم انا مقصد العشره مش انهم يساعدوا بعض لا مش محتاجه مساعده العشره عشان يساهموا في التكاليف لو التكاليف بقت غاليه مفهوم ده من هنا ده المشروع الوحيد اللي هناخده ليه اخر السنه نكمل بقى قلنا انه الكورتكس فوق ميموري ماب انبوت اوت يعني ايه ميموري ماب انبوت اوت؟ يعني عشان اكسس اي انبوت ديفايس
بعتبره مكان في النمو. وبتعامل معاه على انه ادرس في النمو. فيبقى بالتالي كانه ريجستر. بستخدم الريجستر ده لا اما ايه؟ لا اما في الداتا لا اما في الكنترول. ده معنى الميموري باب المتقاطع زي ما خدنا في التربيه. قلنا انه ال TM4C 1 2 3 المايكرو كنترولر ده في مجموعه من البيتس بستخدمهم على انهم جنرال بيربوس انبوت. فيهم مجموعه من البيتس بستخدمهم على انهم جنرال بيربوس انبوت. وقلنا الجنرال بيربوس انبوت اوتبوت دول متقسمين لمجموعه من البورتس اسمهم A و B و C و D و E و F اللي بنسميهم بورت A بورت B بورت C بورت D بورت E بورت F. وقلنا ان البورتس دول بعضهم 8 والاثنين الاخرانيين دول واحدة 6 وواحدة 5 بت. يبقى دول كل واحدة عبارة عن 8 بت يعني طالع منها 8 بت ودول واحدة 6 وواحدة 5 ولا واحدة 6 وواحدة 4 على أقل. عشان تتعامل مع دول كأني بتعامل مع 8 input out. كل input out بيحتاج ايه؟ محتاج ريجستر اخد منه الداتا ومحتاج ريجستر للكنترول. وقلنا برضو انه ال TM4C 1 2 3 البيتس دي ممكن استخدمها على انها ديجيتال وممكن استخدمها على انها انالوج لو هستخدم الديجيتال تو انالوج كونفرتر اللي موجود في المايكرو كنترول. علشان كده محتاجين ريجستر تاني ان كان ده ديجيتال ولا يبقى كل بورد ده محتاج مجموعه من الريجستر. اول حاجه لازم اختار انا عايز اتعامل مع اي بورد وبعد كده هقول البورد ده انا عايز استخدمه عشان اعمل انبوت ولا علشان اعمل اوت. وبعدين عايز اقول البورد ده هستخدمه على انه ديجيتال لاين ولا انالوج لاين وشويه حاجات كده. يبقى كل بورد من دول محتاج ديجيتال. اما اجي هستخدمه كداتا لو البورد ايه ده فيه 8 وايرز يبقى محتاج هنا 8 وايرز بيبقى اسمهم ايه؟ بورت ايه نمرة 0 بورت ايه نمرة 1 بورت ايه 2 لحد بورت ايه 7 وهكذا. دول اللي طالعين من فين؟ شوية وايرز دول طالعين من فين؟ من المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر بتاع تي ان فور سي 1 3 بتاع شركة تكساس ده بتاع مربع طالع منه الأسلاك دي. المايكرو كنترولر ده هو ده الكورتكس فوق. ده المايكرو كنترولر بتاع الكورتكس فوق. طالع منه شوية من الأسلاك. أنا عايز أحط الكلام ده على إيه؟ على بورد. فبجيب الشيب دي واحطها على بورد زي البورده الحمراء اللي بعضكم شفتوه. البورده عباره عن ايه؟ بنسميها برنتد سيركت بورد.
بتبقى حته زي فبر كده بتخرمه ومحطوط عليها الشيبس والكومبوننت. الكومبوننت دي اللي ممكن تكون بالاضافه لي اي سي ريزيستور كاباستور مثل ملحومه مع بعض وفي شويه مصادر. دي البورده اللي انتوا بتستخدموها. الشيب دي محطوطه عليها. محطوطه عليها ومتوصله ببينز. البورده اللي احنا بناخدها دي واخدين الكورتكس ان 4 ده وحاطينه على بورده الشركه بتاعتها مسميناها كيرا سي. دي البورده اللي انتوا ايه هتشتغل عليها. البورده دي عليها شويه بيلت ان بريفرنس. موجود عليها ثلاثه ليدز. واحد بيطلع لون اخضر، واحد بيطلع لون ازرق، واحد بيطلع لون احمر. وعليها تو سويتشز. وعليها وصله يو اس بي. ده كل ده على البورد. يعني جبت المايكرو كنترولر ده رحت لحمه على بورد والبورد هنا فيها شويه ليدز وفيها مفتاحين وفيها يو اس بي بورد. دول متوصلين للرجلين. دول متوصلين للرجلين. على البورد اللي احنا بنشتغل عليها التيفا دي الراجل موصل ثلاثة ليدز. واحد من اخضر، واحد من ازرق، واحد من احمر. موصلهم على ايه؟ على البورت اف. على البورت اف. على البين نمرة 3 موصل اللمبة الحمراء. وعلى البين نمرة 2 موصل اللمبة الزرقاء. وعلى البين نمرة 3 موصل اللمبة الحمراء. وموصل مفتاحين. مفتاح على البي نمرة زيرو ومفتاح على البي نمرة. دكتور في واحدة متكررة. نعم. بي اف 1 متكررة فوق تحت. يبقى أنا كاتب حاجة غلط. بي اف 4 ده واحد. سويتش أوت. يبقى ساعد على البوردة بتاعت التيفا سي دي عايز اتعامل مع شويه الليدز دول والمفتاحين دول. يبقى كاني هتعامل مع اني بورد. حد يرد علي؟ بورد اف. يبقى لو عايز استخدم الحاجات دول هستخدم بورد اف. بورد اف في الاخر بالنسبه لي بقى انا هو عباره عن ايه كبروجرامر؟ ريجستر. عباره عن ميموري لوكيشن. عباره عن ميموري لوكيشن. عايز اكتب فيه اموف له داتا. اسف عايز احمل منه الود منه داتا. عايز اكتب فيه استور في الداتا. اما الود او استور بالعقل. اما ادوس على المفتاح ايه الاكشن اللي انا عايز اعمله من الميموري لوكيشن ده؟ استور. الود. ولو عايز ادور النمط دول ايه الاكشن اللي هعملها على الميموري لوكيشن ده؟ اسطوري. انا مش فاهم اللي انا بقوله. اخر حته ما فهمتهاش. الاول المربع ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر ده حطيته على بورد. البورد دي فيها شوية كمبيوتر أحدهم ثلاثة ليدز وتو سويتش. في السبيسيفيك بورد دي الثلاثة ليدز والتو سويتشز متوصلين على البورد اف. الثلاثة ليدز متوصلين على اف واحد واف اثنين واف ثلاثة. والسويتشز متوصلين على زيرو واحد. يبقى زي ما قلنا اما عاوز اعمل ايه متقاط على المفاتيح واللومات دي هعمل على ايه؟ على البورت اف. عشان اخلي لمبه تنور
هعمل ايه؟ عايز ابعت واحد على اللاين ده، يعني عايز اكتب ريجستر في الريجستر اللي اسمه اف ده على البيت نمره واحد فيه واحد. فاللمبه دي طبعا واحد داس على المفتاح ده هيجي هنا واحد. عشان اقرا الواحد ده لازم اعمل ايه؟ الود الميموري لوكيشن. لو عايز اكتب هنا واحد هعمل ايه؟ هستور في الميموري لوكيشن. مين لسه مش فاهم؟ مين فاهم؟ اي انبوت اوت بيتم بالشكل ده. اي انبوت اوت بيتم بالشكل ده. تعالوا نشوف دلوقتي مثال ازاي ننور واحدة من النقط دي. هنكمل على اللي كنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت. ازاي نولع لمبة من دول؟ عشان نولع لمبة من دول لازم اعمل ايه؟ اختار بورت اف. وبعد ما اختار بورت اف لو عايز اولع اللمبة دي احط واحد على اي بيت. البيت نمرة اتنين اللي هي البيت نمرة واحد اللي هي تاني بيت في الريجستر. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي؟ مين مش فاهم؟ انتوا فاهمين؟ في المشروع بقى السيفن سيجمنت هتبقى متوصله على كام لاين؟ سيفن سيجمنت مين عارف يعني ايه سيفن سيجمنت؟ مين مش عارف؟ العقل السيفن سيجمنت هيطلع فيها سبعه لاين. كل لاين منهم هوصله على لو عايز اكتب ثلاثة هشوف ايه الشرط اللي انا عايز اشغلها على سيفن سيجمنت واطلع عليها واحد. مين اللي انا بقول الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبة لكم انا فاهم؟ مين فاهم؟ ادي ده ازاي اقرا على سيفن سيجمنت. بعد كده وانا داخل وانا خارج حطيت سنسور وليكن فوتو سيل. محتاج كام واحد؟ اتنين. ليه؟ واحد وانا داخل وواحد وانا خارج. هوصل كل واحد فيهم على ايه؟ على بيت. ممكن احطهم الاثنين على نفس البورت فاقرا الريجستر ده واقرا البورت ده اني بيت فيهم اللي حصل لها ايه؟ واحد اللي بقت ايه؟ انيبل. يبقى ساعتها عرفت ان ايه؟ ان واحد داخل. اروح جوه عامل ايه؟ جمع حاطط لوكيشن اجمع عليه واحد. واعمل على اللوكيشن ده اعمل له ديسبلاي على ايه؟ على السيلز. ادي ده المشروع. ده المشروع. ايه بقى الصعب في المشروع؟ انه نعمل الكلام ده. اسهل حاجه في الدنيا ايه؟ الكلام، لكن اصعب حاجه ايه؟ ان نعمل ايه؟ فهنشوف السيلز ده المشروع البيزي اللي هيعمله كده هياخد 30% من عمل السيلز. كل دي حكايه انه يقدر في السيلز سيجمنت وانه يدور على تو سنسورز هو يحددهم ويوصلهم على طول ويجمع ويدسبلي. ادي ده مش اكتر من كده. ده مش اكتر من كده. ده يستلزم ان انا اعرف اعمل ايه؟ بروجرامنج على البورد. مين لحد دلوقتي ما عرفش يستخدم الكيل ايديتور؟ مين عرف؟ واحد. فده في الغالب ممكن نعمل المشروع في مليون. واحد يعمله معاه والسبعين في المية ايه ما يعملوش. ف انا قلت على الايديتور ده عندي بس قلت جايز حاجه صعبه. امبارح بعد الصلاه قعدت في ساعه نزلت. انا قلت جايز على اللاب عندي كان في لايسنس نزلته بالبعد بتاع ما طلبش الا باقي الايميل. وبعد كده حطيته على المكنه وانا عندي مكنه تعبانه وشغلته وعملت كومبايليشن ووصلته على البورد. خدوا مني ساعه. طبعا انتوا في نص ساعه ليه؟ لانه 10. فاول حاجه البورد محتاجه فلوس بتحوش، لكن تحميل البرنامج على البي سي مش محتاج غير ايه؟ توقيف الفيسبوك لمده ساعتين. هنخلي لي ساعتين. فده تقريبا وكل المسائل اللي خدناها من اول السنه دي هشغلها.
البتاع فيه تو مود، المود الاولاني عايز اكمبايل على البورد ولا عايز اعمل سيميليشن؟ هقول له ان انا عايز اعمل سيميليشن، فالكمبايل نفسه هيجي يختار يعمل ايه سيميليشن. مين عامل الكلام ده؟ احنا حاولنا يا دكتور بس تطلع ايرورز غريبه كده، تطلع ايرور ليه؟ لانكم ما بتقروش. اول حاجه انا عايز استخدم ايه؟ اسيمبلي. طبعا الاسيمبلي غلط، الكود بتاعها ده غلط. لو دورت على السايت بتاع تكساس انستمنت او في اي سايت في فايل اسمه ستارت، فايل بحاله كده قد بتاع 7000 صفحه مكتوب فيه ازاي تستارت. هو بقى اللي بينظم لك هيحط الداتا فين والكود فين والكلام ده كله، تحملوه وهيديك في اخر حته فاضيه كده اسمها ستارت، ده اللي هتكتب فيها الكود بتاعك. فالنهارده بالليل لما تسهروا هتروحوا ايه تنزلوا الكومبايلر وتخش شويه على الفيسبوك، وبعدين ترجعوا تاني تدوروا على فايل اسمه ايه؟ ستارت. وبعدين بكره بقى ان شاء الله تبقوا ايه تشغلوا البلد. نعم. سيبه زي ما هو مفيش جنب، هناخد على اخر السنه هتبقى عارف الوقت. هذا الشغل عشان اشتغل؟ سيبه عشان اشتغل السيبه. نعم؟ عشان اشتغل السيبه لازم تكتب ليه؟ ان كلكم بتكتبوا السي دي نزلوا البورد دي، لانه الستارت اب فايل ده السي دي جنريتور واحد. في الاسمبلي في مولد يتكتب كده في الاول، المولد ده اللي هو انت عايز تحط الداتا في حته والكود في حته والستاك في حته والهيب في حته. ده البرنامج طبعا باذن الله على حسابك كل اللي انا اعرف عن الكلام ده، لكن دلوقتي عايزين نشتغل. ف مين اللي هيقول احط الكود فين؟ سطر اسمبلي زي ما قلنا، ديف مش عارف ايه، الستاك فين؟ الهيب فين؟ كل الكلام ده مكتوب في ستارت اب فايل. حمله في الاخر خلاص هيقول لك ايه بقى؟ جامب الستارت. الستارت دي حته فاضيه اللي هتكتب فيها الكود بتاعك. مين اللي انا بقوله بالنسبه له ده انت؟ مين فاهم؟ ده عشان نكتب اسمبلي. هتقولوا لي بنكتب اسمبلي ليه؟ عشان نتعلم. عشان نتعلم، لكن واحد بيقول لي انا هعمل المشروع بتاعي واعمله بالسي، اقول له اتفضل مش هبقى زعلان خالص. يعني دي مش هبقى زعلان. لكن ده على شيء بتاعك. التاسك واحد ده المشروع انا عامله بالاسمبلي ولا بالسي؟ بالاسمبلي باي حاجه. انا بقول الاسمبلي ده ايه؟ لو واحد عايز يجرب اللي احنا بناخده في المحاضره مش هياخد منه دقيقتين، مش هياخد منه الكلام مش هياخد منه مش هياخد منه. وانا بقول لكم اللي انا عملته امبارح، قلت هنسى الحاجات اللي عندي، عندي شويه كومبايلر كويسه وبتاع مش فاكر بفلوس، قلت ايه انسى، وقلت اجيب الحاجات اللي انتوا بتستخدموها. نزلت على البي سي لقيت الكيل ده، انا راجل ما سالتش على اي حاجه، تيك تيك نزح. مش عارف تسالني على ايميل ولا كنت عاوزت كام ايه ده الفايل ودرايفرز. انت هتحط لسه لما تجيبوا البورد، حتى من غير بورد مش محتاج درايفر، درايفر بتاع يو اس بي خازوقه تحطه في المكنه كده. محتاج ايه؟ محتاج درايفر. محتاج درايفر، الدرايفر موجود على السايت بتاع تكساس اير، ده بيطلب منك ايميل. وبيجي يقول لك شويه انت جربان من العالم الثالث هنفيريفاي، في ساعتها هنرد عليك يقول لك اوكي. ما يعني انا قلت هيرد عليا بعد بكره. لا لا ده ساعتها قال لي اوكي. فساعتها قال لي وراح داونت لود الفايل حطيته كاني بنزل فلاش. اشتغل. فاضل ايه بعد كده بقى؟ شغلت الانتو، السي في السريع تكتب بيشتغل. الاسمبلي قعدت بيدي شويه الحاجات اللي انا عارف اقس، قلت لو قلت لكم تعملوا الحاجات دي هتدوروا على ماده ثانيه تدرسوا. فدورت في الانترنت لقيت ستارت اب فايل اسمبلي، حطيت زي التيب كده اهو، ولقيت تحت ستارت كتبت فيه الكود بتاع اللي مش هيعمل الحاجات دي ياخد صفر في ايه؟ في الماده عندك. كل مين ما عندوش بي سي؟ مين ما عندوش انترنت؟ مش ممكن، مفيش حد ما عندوش انترنت، مفيش حد ما عندوش. هنعمل الحاجه دي ايه وتاخدوا عليها. نكمل بقى ده اللي احنا بنعمله. في سؤال من الحاجات اللي انا قلتها دي؟ المهندس اللي ما اشتغلش في ايده اما يتخرج هيعمل ايه؟ هيعرف المهندس لازم يكون بيعرف يعمل شغل. حاجه كنا قلناها في اخر المحاضره اللي فاتت. اول خطوه عايزين نينيبل البورد. بنينيبل البورد ازاي؟ ان بنوصل عليها الكلوك. بنوصل عليها الكلوك ازاي؟
ان احنا عندنا ريجستر ده اسمه سيستم كنترول قلت لك مش عارف ايه ريجستر. زي ما قلنا ان انا عندي ميموري ماب انبوت اوت. يعني ايه ميموري ماب انبوت اوت؟ عشان اتعامل مع الاي او كاني بتعامل مع الميموري. في لكل ريجستر لكل بورد مجموعه ريجستر. وفي ريجستر واحد بيقول لي هتعامل مع اني بورد دلوقتي. الريجستر ده اسمه كذا. عنوانه ايه؟
اللمبه بتاعتي دي موجوده في اي بورت؟ مين مش معايا؟ موجوده في بورت اف. بورت اف ده اللي هو بورت الدرجات 5. يبقى انا عايز اكتب هنا ايه؟ 0 0 0 0 0 1، والباقي 0. دول ايه؟ صفر هيكسا ديسمال، ودول ايه؟ 2 هيكسا ديسمال. علشان كده هنا بقول له البيت نمره 5 اللي هي سادس بيت، خليها بواحد. ازاي؟ بعمل لها اور واحد. بعمل لها اور واحد. طب ايه ده؟ ده بنسميه سيمبوليك كونستنت. الادرس ايه؟ اهو. فهتلاقي فيه الاسمبلي فوق كده، سطر مكتوب فيه الاكويت سيس كنترول ار سي جي سي جي بي اي او ار. نعم؟ شبه الهاش ديفاين في السي، شبه الهاش ديفاين. هي هاش ديفاين بس الهاش ديفاين بالاسمبلي في السي اسمها الارقام دي بيزد على ايه؟
على الديزاين بتاع البورد او السيستم او المايكرو كنترولر. يعني ازاي الراجل بيجي يقول الكورتكس 4 ده فيه انستراكشن سيت، احنا بناخد فاريانت من الكورتكس 4 اللي هو ايه المايكرو بروسيسور بتوع تي اي. بتوع تي اي بيقولوا انا هلاقي الانبوت اوت بتاع في اللوكيشن، يبقى اي واحد هيستخدم تي اي ده هو لازم يستخدم الادرس. واحد تاني هيستخدم ارم مربوط بس من انتاج شركه ثانيه، هيحط العنوان في حتتك يبقى صحيح. ده اللي هو ايه الادريسيز دي، دي اللي هتتغير من فين؟ من بروسيسور وديزاين للتاني. الانستراكشن دي بقى دي ريليتد لايه؟ للبروسيسور نفسه ان كانت ارم ولا بيبس ولا ايه. مين فاهم سؤال زميلكم ومين فاهم غلط؟ مين مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ يبقى هنا عملنا ايه؟ الراجل بيقول لو عايز تستخدم بورت اف، بورت اف ده في كام بيت؟ 6. لو عايز تستخدم بورت اف حط هنا واحد. هنا فين في اللوكيشن ده؟ استخدام الارقام في اي بروجرام ما بيبقاش مسلي قوي، علشان كده بيعملوا حاجه اسمها سيمبوليك كونستنت. في السي بيسموها ايه؟ ديفاين. في الاسيمبلي بيسموها ايه؟ بتقول له الرقم ده هو السيمبوليك. خلاص بقت سهله بقى. بتقول له خد العنوان ده حطه في ار وشوف مكتوب فيه ايه وحطه في ار زيرو. ار زيرو دلوقتي فيه ايه؟ فيه كلام ده. بعد كده اوري بيكتب خمسه بواحد، وبعد كده خزينه هتعمل فيه. يبقى السطر ده عمل ايه؟ السطر ده اللي حط في البيت ده واحد. الراجل اللي صمم البروسيسور قال لك الكلوك ما بتشتغلش على طول، اصبر عليها شويه. فبيصير اثنين كلوك سايكل تقريبا. نو اوبر اند اسمه نو اوبرش. في السطر كده اللي احنا عملنا ايه؟ اخترنا البورد. بعد ما اخترنا البورد فاضل نقول ايه؟ البورد دي احنا عايزين نستخدمها في ايه؟ في الانبوت ولا في الاوت؟ وعايزين نستخدمها ديجيتال ولا انالوج؟ بص معايا. ده اللي بانيبل فيه الكلوك على اني بورد اللي كنا لسه شايفينه دلوقتي. وقلنا الريجستر اللي لسه شايفينه دلوقتي ده مش محتاجين منه الا اول 6 بيت. كل بيت منهم بنانيبل ديهم بورد. وقلنا ساعة ما عاوزنا انيبل البورد اف عملنا انيبل ليه البيت نمرة 5 في الريجستر ده. وعلشان كده رحنا حاطين ايه؟ 20 هيكسات. بعد كده بقى لكل بورد مجموعة من الريجستر. واحد فيهم بستخدمه في الدايركشن. يعني ايه في الدايركشن؟ ان كان انبوت ولا اوت. لو اوتبوت واحد لو انبوت بزيرو. نخليه بقى انا عندي البورت اللي اسمه ايه؟ اف ده. البورت اللي اسمه اف ده قلنا في كام رجل؟ 6. من زيرو لحد كام؟ 5. واساميهم بي اف 0 بي اف 1 بي اف 2 بي اف 3 بي اف 4. واللمبه بتاعتنا دي موصلينها في الحاله بتاعتنا دي على اي واحد فيهم؟ على بي اف 2.
استخدم اللمبة دي البيت دي فور اوت يبقى احط ده هنا 0 0 1 0 ده في انهي ريجستر؟ مكان في الميموري ليه ادرس مديله سيمبوليك كونستنت جنرال بيربوس انبوت اوتبوت بورت اف دايركشن ريجستر. اما اكتب فيه 4 يبقى انا عملت انيبل ده للاوتبوت. نفس ده نفس البورت ده هوصل عليه الليد. الليد دي محتاجه سيجنال ديجيتال. فانا عايز اقول ان البيت دي ديجيتال مقاش قلم. خلي بالك ده مايكرو كنترول. المايكرو كنترول ممكن يوصل عليه ديجيتال او ممكن يوصل عليه قلم. لو وصل عليه قلم السلكه اللي انا هوصل عليها قلم دي تبقى من جوه متوصله على ايه؟ على الديجيتال تو قلم الكونفرتر. مين فاهم الكلام الفارغ اللي انا بقوله؟ مش فاهمين؟ فاهمين؟ مين اللي مش فاهم؟ الباقيين مش مهتمين برضه؟ مش مهم. بصوا بقى. فده كده قلت له ايه؟ فور اوت. عايز اقول له بقى انه ديجيتال. عندي ريجستر تاني ليه مكان في الميموري اسمه جنرال بيربوس انبوت اوت بورد اف ديجيتال انيبل. ديجيتال بقول له برضه الديجيتال انيبل ده حط في ثالث بيت عندك واحد. يبقى هنا السطر ده عمل الاربع اسطر دول عملوا ايه؟ سيلكت بي اف 2 فور اوت. هنا select bf2 as digital. فاضل ايه بعد كده بقى؟ فاضل نكتب واحد على الريجستر ده عشان نولع اللمبه. ده اللي نشوفه بعد الريست ان شاء الله.